ما هو حكم من دعاها زوجها للفراش ورفضت؟ أفتى علماء الأمة بحرمة امتناع الزوجة عن إجابة دعوة زوجها إلى فراشه، ذلك أن من حقوق الزوج على زوجته أن تجيبه إلى الفراش إلا أن يكون لها عذر في ذلك، فإذا لم يكن لها عذر في ذلك فقد ارتكبت بامتناعها عن إجابة طلبه ذنبا عظيما، واستوجبت غضب الله عليها، وإذا أرادت أن تستحل من ذنبها هذا وجب عليها أن تتوب إلى الله من هذه المعصية، وأن تندم عليها، وأن تعزم على عدم العودة إليها مستقبلا، كما أن عليها أن تطلب العفو من زوجها بسبب رفضها إجابة حق من الحقوق الشرعية الثابتة له شرعا. وتعتبر المرأة التي تمتنع عن زوجها ناشزا عاصيا ولا يحق لها ما يثبت للزوجة شرعا من النفقة، لأنها ارتكبت فعلا بين النبي عليه الصلاة والسلام ما يترتب عليه من عواقب. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ماذا يفعل الزوج إذا رفضت زوجته إجابة دعوته إلى الفراش؟ إذا عصت المرأة زوجها ورفضت إجابة دعوته إلى الفراش كانت بذلك ناشزا، وقد بينت الشريعة الإسلامية أسلوب تعامل الزوج مع زوجته الناشز، حيث يعظها أولا ويذكرها بالله تعالى وعقابه لمن عصاه، ثم إذا لم تستجب هجرها في المضجع، فإذا لم تستجب لذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، فإذا لم تستجب منع عنها النفقة، ويحق له إذا شعر باستحالة تقويمها أن يطلقها أو يخالعها. يجب على الزوج أن يحرص على معاشرة زوجته بالمعروف كما أمر الله عز وجل، وأن لا يحملها ما لا طاقة لها به، وأن يعذرها إذا لم تستطع أن تستجيب إلى دعوته إلى الفراش، ويكون العذر في مواضع منها، كمثال أن تكون الزوجة مريضة لا تطيق الجماع، أو أن تكون صائمة صياما فريضة، وللزوجين أن يتفقا مع بعضهما على عدد معين من الجماع إذا أحست الزوجة بوقوع الضرر عليها من كثرة الجماع.